لكن عايز اروح للكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي عشان نبارك له على الفوز الكبير النهارده على وادي دجله برباعيه. الف مبروك يا كابتن عمرو. الله يبارك فيك يا استاذ، ربنا يخليك يا رب. النهارده ما شاء الله النادي الاهلي بيفوز على دجله 4-0 وبيواصل يعني مسيره النجاحات ان شاء الله. فريق شباب النادي الاهلي ايضا متصدر لجدول المسابقه. المباراه النهارده كانت ازاي يا كابتن عمرو؟ المباراة كانت قوية، يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر عليها من بدايتها. قدرنا ان احنا يعني معظم فترات المباراة كانت في نص الملعب بتاع نادي وادي دجلة. كويس. قدرنا الحمد لله ان احنا نحرز هدفين في الشوط الاول وهدفين في الشوط الثاني. يمكن هو بس اللي لخبط الدنيا معانا شوية، ان احنا معظم التغييرات النهاردة كانت تغييرات اضطرارية، يعني كان في اصابات، كان في اصابتين. لفارس طارق وفي لمحمد شكري، وهم دول يمكن بس اللي عقروا صفوا المباراه النهارده يعني، انما غير كده 3 نقط مهمين جدا الحمد لله. بنواصل تصدرنا للمسابقه. عندنا الفتره اللي جايه يعني مباريات صعبه ومباريات قويه، اتمنى ان شاء الله نقدر نأدي بشكل جيد ونقدر ان احنا يعني نجمع اكبر عدد من النقاط بحيث ان احنا ان شاء الله نحافظ على تصدرنا البطوله النهائيه ان شاء الله. محمد شكري وزياد طارق اصابات قويه ممكن يغيبوا ولا حاجه مثلا بسيطه وممكن يعني يكونوا موجودين تاني في الفرقه بسرعه؟ والله يا اسامه يعني هيبان بكره ان شاء الله، يعني هما هيعملوا الاشعاعات بكره ان شاء الله. وعلى يعني على ضوء النتيجه بتاعت الاشعاعات ان شاء الله هنقدر نحدد مده الغياب، يعني ربنا يسهل يا رب ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه بسيطه ويبقوا موجودين معانا في المباراه اللي جايه على طول. ان شاء الله. يعني عندنا نواقص كتير وعندنا يعني برضه عندنا يعني عدد قليل شويه في خط الظهر، لان حتى محمد ناصر اللي هو اللاعب الجديد اللي احنا جبناه من سيراميكا برضه جاله تمزق في العضله الاماميه كده في المباراه اللي فاتت بتاعت المصري. فعندنا مشكله شويه احنا في خط الظهر يعني، فاتمنى ان شاء الله ان الاصابات بتاعت النهارده تكون طفيفه يعني بحيث ان اللعيبه تكون موجودين معانا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ممكن تعالج النقص العادي ده اللي موجود في صفوف شباب النادي الاهلي يا كابتن عمرو، خاصه يعني انت خلاص في المراحل الاخيره من حسم المنافسه، متبقي 8 مباريات، النادي الاهلي محتاج 6 مباريات منهم مكسب عشان تقدر تحسم بطوله دوري الجمهوريه. ممكن كابتن عمرو يستعين من فريق 2000 ومن فريق 2001 عشان يعني يكمل النقص العادي الموجود عنده؟ والله ما دي ما فيهاش مشكله، احنا في تعاون تام يعني ما بيننا وما بين القطاع، سواء مع الكابتن فتحي او مع الكابتن مدحت. كويس. يعني ده تعاون موجود. انا بس انا يعني مش عايز اسبق الاحداث، عايز اشوف بس يعني بكره ان شاء الله باذن الله نتيجه الاشعاعات هتوصل لايه. وعلى يعني على ضوء النتيجه بتاعت الاشعاعات هقدر اشوف احنا عندنا بدايل موجودين هيقدروا يسدوا الفراغات دي، هيبقى تمام. ما كانش هيبقى زي ما انت بتقول، هيبقى في طبعا استعانه طبعا بالفريق ان كان فريق 2000 او فريق 2001 ان شاء الله. كويس. الفتره الجايه فتره اكيد يعني قويه، في مباريات قويه فيها كابتن عمرو، في 8 مباريات النادي الاهلي رايح لاسوان المباراه القادمه، بعدها الاسماعيلي، انبي، مقصه، مباريات قويه. يعني كيفيه الاستعداد للمباريات القويه دي، خاصه انت خلاص يعني على الامطار الاخيره من حسم بطوله الدوري؟ بالظبط يعني بالظبط، احنا يعني المباريات اللي باقيه لنا هي يعني اتقل فرق في المسابقه. يعني ال8 مباريات اللي باقيين فرق كلها كبيره، فرق كلها فيها لعيبه كويسه، فرق كلها اسامي كبيره حتى في الكوره، سواء على الفريق الاول او على الفريق او على مستوى قطاع الشباب. فاحنا شغالين في جميع الاتجاهات، يعني شغالين نفسي وشغالين بدني وشغالين فني. فيعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا شايف ان اللعيبه واخده الامور بجديه وعندها قدر كبير من تحمل المسؤوليه. انا شايف ان ده هيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نحسم الفتره اللي جايه بشكل كويس ان شاء الله. عايز اخدك بقى واسالك عن مباراه صن داونز امبارح، شفت نتيجه المباراه ازاي 2-0، وهتشوف ازاي لقاء العوده مره اخرى في جنوب افريقيا، ونصيحتك كمان للاعبي النادي الاهلي. يعني طبعا في البدايه بنبارك للفريق الاول في النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس الاداره. انا شايف انه يعني مباراه كانت صعبه، مكسب كويس جدا. يعني انا كان نفسي عدد الاهداف يزيد عن كده طبعا، على اساس برضو ان انت يبقى مدي لك فرصه اريحيه اكبر في مباراه العوده، لان انت عارف الاجواء في افريقيا وعارف الملاعب وعارف الجو الحر
وبرضه مش عايز اتطرق لحته التحكيم يعني، فاهم قصدي؟ مظبوط. فكل ما كل ما عدد الاهداف بيزيد انا يعني شايف ان دي بتدي ثقه اكبر للفريق. يعني انا شايف طبعا اللعيبه على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وهتقدر انها تتعامل مع المباراه اللي جايه ان شاء الله في جنوب افريقيا. وانا برضو يعني من رؤيتي للمباراه بتاعت امبارح، انا شايف النادي الاهلي عمل شوط تاني يعني شوط على اعلى مستوى. اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يكمل المسيره، وهيقدر ان هو يتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا، وهيقدر يعدي الدور ده باذن الله بمنتهى السهوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب تعليق اخير من حضرتك كابتن عمرو، النادي الاهلي هيسافر النهارده ان شاء الله لجنوب افريقيا قبل المباراه بعدد كافي من الايام، التاقلم على موعد المباراه، المباراه هتقام الساعه 3 عصرا برضو، فحضرتك يعني غير المباراه الساعه 7 والساعه 8، وجبه المباراه هتكون بدري، الصحيان النوم، يعني شايف ان النادي الاهلي رايح بدري عشان يتاقلم، شايف الوضع ده ازاي؟ لا انا شايف ان دي حاجه مفيده جدا للعيبه، تتعود على الاجواء وعلى المواعيد، لان انت زي ما اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان انت هنا متعود انك بتلعب متاخر، بتلعب بالليل، عندك اليوم كله بتقدر تتعامل فيه زي ما انت عايز. المباريات اللي هي بتبقى بدري وخصوصا ان انت مش واخد عليها ومش متعود عليها، بتبقى محتاجه نظام، نظام في النوم بدري، نظام في الاكل بدري، استعداد للمباراه من بدري. انا شايف ان دي كلها حاجات مهمه جدا. وحته ان انت تسافر قبلها باسبوع برضه في نقطه مهمه جدا، نقطه نقص الاكسجين هناك. تمام. يعني نقص الاكسجين هناك ده محتاج منك ان انت لازم تروح بدري علشان اللعيبه تعرف تتعود وتتاقلم على الموضوع بتاع نقص الاكسجين. وانا شايف ان ده قرار يعني سليم 100%، وان شاء الله نتيجته هتبان يوم المباراه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك.